رئيس الوزراء الملقب ترى هاي قاعد تتلوق لا شغب لا طيق لا منبوط سحبتهم وقعدتهم هناك شكلوا وين نروح وين نطلع جهني عدس مريض النت قطعه هم خلي ولي مريضي بروح اموت رجع لنا الشغب ترى طقت ارواحنا يا ما بيناتنا انت شو لك علاقه رجع لنا الشغب رحمة على والديك عدولي ضلعي عادل عبد المهدي نصيحه من اخوك ابو حلاوه يا ابو حلاوه انا ناسي انت امانه الله يعني امانه الله انا حاسب وضعك انت ما بيديك شيء هسه انت دايخ تستقيل يكتلوك الجماعه تبقى بالدوله راح نكتلك احنا جاي يشرب ساده انت دايخ انا بيك والله العظيم بس نصيحه 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 للاول وللتاريخ قوم من الكرسي وذب استقالتك وتعال هنا ويا اهلك ويا ناسك ويا جماعتك ذول اللي يفيدوك ترى ذولاك تدري بيهم الجماعه كلها اجندات وهاي السوالف بس اذا تورطت بدم العراقي عن الوادي والديك حظينا والله حظينا الله وكيلك بنبع النكتلك ابو شرف ابو الشغل والله مكانك خالي تعال هاي هنا شلون حلو بغداد تعال شوف ايش قد طيبه بغداد اللي فيها عراق ما فيها طائفيه ما فيها فلان احلى شمال واحلى مكان واحلى تجمع شفت المساي اروح فدوه لتراب حذاء كل واحد داس هذا المكان الابطال ابو الزورق وين رايح سمت بطريقك سمت ابو الزورق فدر بحزم جات كل وين ونصرح مع والديك